اهلا بيكم يا اكيلة في كل مكان، متابعي برنامج الاكيلة في العالم كله، وحلقة جديدة من مصر الجديدة. لزامي لزامي مطعم انترناشونال، بس عنده شوية افكار حلوة. بقى لنا مدة ما عملناش مطعم انترناشونال، بنحاول نركز على المطاعم المتخصصة في نوع معين من الاكل، انما برضو من وقت لاخر نجرب الانترناشونال بيقدموا ايه جديد. لزامي مطعم اصلا ابتدى في باريس، فتح في باريس الاول، صاحبه مصري، وبعد كده فتح هنا في مصر 3 أو 4 فروع. تعالوا نعيش التجربه مع بعض ونشوف ايه الافكار الجديده وايه الحاجات الحلوه اللي عنده، ننقيها وناكلها ونقول راينا فيه. خلاصه الجمبري والكابوريا الطازه مع حبات الجمبري. تحسوا كده انه واخد شويه ماك اند تشيز وعاملهم في بول وفرايد. طعم حلو قوي. اللحمه مش قادر احدد، ناشفه شويه، بس المحصله ان هي مش تندر قوي، مش ناعمه قوي. مساء النور يا فندم. عجبني قوي فكره ان انتوا فتحتوا لزامي في فرنسا الاول. مزبوط. وبعدين هنا. مظبوط. انا اللي عرفته ان الوالد والوالده هم اللي كانوا عاملين لزامي. تقريبا احنا طبعا احنا كلنا عيله واحده، فعندنا كذا كذا شغل هناك، فزي اي مصريين مغتربين في الاخر بلدهم اولى بيهم، وبتمنى دايما ان احنا ان يعني اي حاجه نعملها ونبقى في الاحسن دايما يكون في بلدنا. طيب لزامي ابتدى في فرنسا امتى؟ ابتدى من بالظبط من حوالي 15 سنه. اوكي، يعني انت كنت بتشتغل حاجه تانية الاول. مظبوط. احنا كان عندنا انت بقالكم فوق 35 سنه بالظبط، بس انا كنت لما كنت انا موجود رحت سافرت باريس من حوالي 16 سنه او 17 سنه، وكانت الفكره ان احنا نفتح المطعم وكنا سميناه لزامي، فابتدينا الموضوع من هنا. طب المطعم في فرنسا برضو انترناشونال ولا المنيو مصري بقى؟ لا، هو المطعم هناك انترناشونال، لان احنا فكرنا ان احنا نعمل المنيو مصري، لكن ما كانش فيه اقبال قوي. ده في باريس نفسها؟ ده في باريس نفسها. احنا أوكي. في نابيام روندسمون، الدوران التاسع. بالظبط كده، الدوران التاسع. يعني باريس كلها دوريات. بالظبط كده. طيب لما جيت تفتح في مصر انت بالتالي ما فكرتش بقى؟ بالظبط. هو المنيو اللي هناك هو اللي جه هنا؟ بالظبط. بتفاصيله ولا غيرت المنيو؟ في حاجات معينه اتغيرت بحكم ان احنا لينا طبيعه برضو في الاكل بالنسبه للبهارات، بالنسبه لحاجات معينه. يعني المنيو مش هو تقريبا بنسبه 60% هو، بس احنا حملنا حاجات 40% لكونسيت البلد يعني. اوكي، لو انا اكلت طبق هنا موجود في لزامي فرنسا باريس هيبقى نفس الطعم؟ برسك يعني تقريبا هيبقى نفس الطعم. مش عجباني تقريبا يعني. ما هي تقريبا ان احنا هنا ساعات بنزود بهاراتنا، عندنا التسويه بتبقى اكتر شويه. هم ممكن ياكلوا رير. بالظبط كده. ميديوم رير ورير وحاجات كده. فهي صعب انك في مصر اي حد بياكل رير يعني. سرار يعني قليله قوي الموضوع ده. تحس ان احنا كانيبل من اكل لحوم البطن. احنا بنحب الاكل يبقى ليه طعم وطبعتنا. طيب والشيف اللي فتحت بيه في مصر جه هنا عمل كان معاك من فرنسا؟ جاي معايا من فرنسا. مصري برضو؟ لا، كان جزائري فرنساوي. يعني هو اصلا كان فرنساوي يعني. بالظبط من كده. اصل جزائري بس فرنساوي. بالظبط كده. وجبته هنا يفتح؟ جبته هنا، عملنا تريننج لمده سنتين 3 سنين، وبعد كده رجع تاني ماسك المحل هنا بقى. في الفروع الاولانيه. انت عندك كام فرع دلوقتي؟ احنا عندنا ده يعتبر ثالث فرع لينا. أوكي. وعندنا خطه اللي احنا نوصل مستقبليه باذن الله. اوكي، بنفس المنيو؟ هو نفس المنيو، نفس الشيفات يعني. طيب والشيفات اللي ابتدوا معاك في اول مطعم اللي دربهم الراجل الفرنساوي الجزائري، اوكي، هم اللي معاك لحد دلوقتي ولا هم
انا انت تعتبر المحظوظين. الحمد لله. احنا عندنا مشكله في مصر بالزبط. دايما ان العماله في المطبخ وبره المطبخ معدل تغييرها سريع جدا على طول. مظبوط. لكن انا ماشي بطبيعه معينه. انا الناس كل الناس اللي شغاله معايا مش قبل من حوالي 8 سنين 7 سنين 10 سنين. طب وبتعمل تريننج بقى للجداد اللي هتفتح فيهم الفروع ولا طبعًا. بجيب الراجل تاني؟ لا 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 لا، بنعمل تريننج للجداد اللي بيفتح. يعني احنا هنا من نفسنا خلاص عرفنا المنيو، عرفنا التاسيس ازاي. عندك شغال باسلوب الريسبيز ولا كل؟ لا ريسبي طبعا. مش كل واحد يجي يفتيك شويه؟ لا 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 لا، هو ريسبي احنا حاطين الريسبي بتاعتنا وبنمشي عليها في كل الفروع. ما ينفعش ان اي شيف يجي. طب بتراقب ازاي ان الشيف ما يجودش من عنده؟ بنعمل كل شويه تيستات، وانا بروح هنا وبروح هنا بنفس بطلب نفس الطبق عشان اقدر اعرف اذا كان كله ينزل بشكل واحد ونفس الريسبي بتاعته وما يبقاش في اي غلطات ولا اي حاجه. ده كمان نفس شكل الطبق؟ ده من الاساسيات. احنا انا دايما عندي اعتماد، اولا انا بيبقى النظافه عندي دي حاجه مهمه جدا، ثانيا العين دايما بتاكل قبل الجو. قبل البوق. فانا لو ما كانش الطبق يعني نازل بطريقه كويسه التست كويس الكلام دي بتفرق معايا جامد. طيب انا شايف ان انت عامل منيو انت حتى مسميه صيامي. بالظبط. اللي هو السيفود. بالظبط. هو سيفود بس ولا في حاجات فيجيتيريان؟ احنا فيجيتيريان طبعا. احنا يعني عندك الصيام ده او ده يعني. بالظبط. ان احنا الصيام عندنا بيبقى نص جزء كده وجزء كده حسب الصيام بتاعنا. اوكي. فاحنا على اساس ده على اساس انا بخاطب كل الناس، ففي نفس الوقت برضو عامل من الصيام احنا منزلينه بقالنا في حدود 4 أشهر 5 أشهر مش كتير. يعني انت ممكن حد فيجيتيريان يجي ياكل طبعاً. عندك ملهاش علاقه بالصيامي ولا لا خالص؟ وده منيو موجود طول السنه؟ طول السنه طول الوقت فعلا. اوكي. سواء في صيام للمسلمين او لا منيو موجود. مظبوط. وبالتالي اي حد عايز ياكل حاجه فيجيتيريان بيلاقي فيجيتيريان زي ما موجود. اوكي. فيجن ولا فيجيتيريان بس؟ تقريبا فيجيتيريان بس. انا ما اقدرش عشان اكون في درجه الفيجن. بالظبط. انا عشان ما اقدرش اكون يعني صادق في كلامي كله. طيب احنا هنبتدي التجربه بتاعتنا فيها كلام وندخل في الاكل ونبتدي التجربه بتاعتنا. اتمنى يعني لوب اعجابك، ان ده شرف لينا ان حضرتك موجود معانا. ميرسي. تسلم. ده حقيقي. أشكرك. ده حقيقي. طيب هنبتدي الفقرة الأولى بثلاث حاجات كده بوصات اخترناهم، شوربة مقبلات وسلطة. الشوربة اخترنا حاجة اسمها شوربة بسك اللي هي خلاصة الجمبري والكابوريا الطازة مع حبات الجمبري. طيب هما هنا بيعملوا حاجة حلوة، بيدوا لك الشويس ما بين طقم المعدن يعني متعقم أو البلاستيك، بس هو اختيارهم للبلاستيك مش حلو لانه من النوع الضعيف شويه للكسر يعني، فخلينا ده على جنب كده. طبعا الحركه نفسها حلوه قوي، بس ممكن يكون يستبدلوا النوع ده بنوع اقوى شويه كبلاستيك للي عايز يستعمل بلاستيك. انا طالما الحاجه محطوطه في كيس وانا واحد هلمس اول واحد هلمسها يبقى انا طبعا هروح للمعدن اسهل. واللذيذ بقى ان هم حاطين لك كل حاجه، حاطين معلقه الشوربه والمعلقه بتاعت الغرف والشوكه والسكينه. طيب هنبتدي بمعلقه الشوربه. طبعا قلناها مليون مره قبل كده ان معلقه الشوربه هي المدوره دي. اوكي. هي دي بتاعت الشوربه، وقلنا ان دي من خلاصه، صح مش كده؟ خلاصه. وما كاتبينها ايه خلاصه؟ لا استنى، عندهم كمان قسم سندوتشات حلوه عباره عن خلاصه الجمبري والكابوريا الطازه مع حبات الجمبري. يعني الشوربه نفسها معموله من كابوريا وجمبري مطحون. جانتي. اوكي. انا يعني محتاج ارجع ورا شويه. طعم مختلف شويتين ثلاثه عن اي شوربه دقتها قبل كده في محلات سي فود. مش احلى ولا اوحش، هي بس مختلفه. وفكره ان الشوربه نفسها
معموله من الخلاصه بتاعت الجمبري والكابوريا، مديها فليفر مختلف تماما عن الشرب المتعودين عليها. هي كريمي طبعا، الحياء بتاعها مظبوط، حلوه معاها. بدي لك توست بالزبده والثوم. في المطلق طبعا انا في البيت هم مسقيها في الشرب على طول عشان احس بطعم ال 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 الشوربه بالجمبري بالحاجات بالكابوريا مع التوست. بس خلينا نعمل اتيكات بقى وذوق وبتاع. ناخد ده لوحده ودي اطمن واحده، هو ده الصح، هي معمول عشان كده. لما احنا الشعب المصري عامه بيحب يسقي ودن القطه والحاجات دي كلها تحفه. شوربه شيك معموله بطريقه حلوه، وهنقول الاسعار في الاخر. طيب نيجي ناخد ده بقى نشرحه الاول. انتوا شايفين اهو في اتنين ديبنج، ده واضح ان هو سويت تشيلي صوص، وده غالبا جبنه. طيب ده عباره عن وراح فين؟ مقبلات. ده الفطار عندهم منيو فطار كامل، سندوتشات، اهي المقبلات. ده اسمه ميكس فرايد بولز، عباره عن اتنين كوره ريزوتو، اتنين ميكس تشيز، اتنين كرات الدجاج فراخ يعني، وفرايد باستا. طيب ناخد الشوكه. انا عايز اخلص بسرعه لان احنا طبعا واحنا بنصور طافيين التكييف وفي ناس بتاكل معانا في المطعم مش باينين طبعا في الكاميرات يعني عشان باينهم، فهم دلوقتي كارهيني كره ان انا اطفي لهم التكييف في عز الحر اللي احنا فيه ده، فانا هحاول اخلص بسرعه. دي شكلها كده شكلها كده التشيكن. كرة الفراخ لو كلتها كده دراي، هي طعمها حلو بس جافة قوي، فانت محتاج انك تحطها يا اما في الجبنة. في الجبنة اتظبط بقى. سويلي سويت تشيلي يعني مع الفراخ ما اقولش قوي، بس يعني ندوق. الطعم قلب تشاينيز قوي يعني، حلو قوي مع الجبنه. طيب وناخد كره تانية نشوف هي ايه. دي الباستا، هي الباستا محمره بعدين بيعملها باسلوب معين كده بطريقه معينه بجبنه وفرايد، ودي مش محتاج احطها في حاجه. تحسوا كده انه واخد شويه ماك اند تشيز وعاملهم في بول وفرايد، حلو قوي. ندوق دي ايه. نفس الحاجه ريزوتو، تحس ان هو واخد شويه من طبق الريزوتو مكورهم وعامل لهم الفرايد، طبقه الفرايد بتاعتهم. صباح حلو قوي يعني، الفكره حلوه برضو جواها جبنه. دي حلوه قوي دي. الباستا حلوه بس دي ريزوتو فظيعه. وفاضل ندوق اللي هي الميكس تشيز، هتلاقوا واحده ناقصه، ده امير اكلها قبل ما نبتدي نصور. لا موضوع الريزوتو ده جامد قوي، انتوا جربتوا الريزوتو ده؟ ده رهيب، الريزوتو في الكور ده رهيب. طيب يلا ده ميكس تشيز، ممكن يعني زياده في قله الادب احطه في الجبنه كمان، بس يعني مش محتاج قوي. طيب
هو ده صعب انه يبقى ستارتر او مقبلات لنفر. لا يعني برضو وجبه يعني، بس ممكن لو نفرين بقى يتقسموه كمقبلات. ونيجي للسلطه اللي انا اخترتها عشان اكتر من كده هتقوم عليا ثوره. دي اسمها جورمي سالاد، عباره عن وحدات الجمبري المطهو بالبلسامك وشرائح البرتقال والفجل وخص الوان ومشروم وكاجو. هو هنا مكتوب كاجو، انا هنا شايف عين جمل، خلينا نتاكد عشان بس ما اظلمش حد. وفي ايه ده؟ شو هذا؟ مشروم. انا بحاول اخد بقى كل حاجه. شوية برتقال، جمبري طبعا، جرجير، خس، ده في فستق كمان، بس مش شايف الفجل، أين الفجل؟ يعني هو ايا كان سواء في فجل ولا مفيش فهي سلطه طعمها حلو قوي. تحس كان ان في تاتش فرنساوي، طريقه التقديم، الديكور تحفه. اوكي نيجي لاسعار الفقره الاولى عشان نلحق نشغل التكييف قبل ما السيدات يموتوا منا. اوكي الميكس فرايد بولز ب 85، شوربه البسك المجرمه ب 70، وهذه السلطه الممتازه ب 120. هي المكونات بتاعتها كلها غاليه، بنتكلم في جمبري ومكسرات وبتاع حاجات كده. anyway مالناش دعوه، ما بنعلقش على الاسعار، كل واحد عارف الميزانيه بتاعته. ننتقل الى الفقره الثانيه اللي فيها الاختراعات بقى. جت بقى الفقرة المهمة، دايما الفقرة بتاعت المين ديش كده بحس ان هي الفقرة الأساسية وببقى منشكح كده وانا بعملها. المهم أول حاجة البيف اللي قدامي ده اسمه بيف ستافت، عبارة عن شرايح لحمة ملفوفة جواها جبنة وجمبري ومعاها صوص كابوريا طازة. صوص كابوريا. طيب موضوع خلط اللحمة بالسي فود والتشيكن الفراخ بالسي فود والكلام ده مش جديد، بقاله شوية حلوين كده بنشوف مطاعم بتعمل اطباق ما يسمى سيرف اند تيرف،
اللي هو حاجه من الارض مع حاجه من الميه يعني. المهم نبتدي نشوف الرز. انا شايف معاه فلفل الوان وفاصوليا حمراء وفلفل احمر في اصفر واحمر وذره. ايه ده انترستنج في الرز يا جماعه. هو مسكر شويه خفيف قوي، طعمه مسكر خفيف قوي. رز تحفه، مش عارف ادوق اربع اطباق ازاي. خلينا نجرب الصوص الاول. ساعة طبعا منك لله يا امير. المهم يعني هنا ده جمبري واللحمه، خلينا ناخدها كده ايه من فوق بحيث ان يبقى فيها القطمه، يبقى فيها كل حاجه، اللحمه وجواها الجمبري. الطعم حلو قوي، اللحمه مش قادر احدد هي ناشفه شويه ولا هي اوفر كوكت طبخت بزياده، بس المحصله ان هي مش تندر قوي، مش ناعمه قوي. خلينا ناخد قطمه تانيه صغيره ناكد فيها المعلومه بالصوص السائع اللي بسبب امير. لحمه غالبا هي اوفر كوكت فناشفه شويه، بس الرز تحفه والصوص تحفه، وانتوا اكيد لما تاكلوها سخنه هتستمتعوا بيها اكتر مني. يعني طالما انا باخد شوكه ثالثه يبقى انا فعلا عجبني جدا. اوكي ناخد الطبق الثاني على امل انه يكون لسه دافي شويه. منك لله يا امير. وهو هو ده لزامي، يبقى ده تشيكن ميلانو. ده عباره عن وراك فراخ محشيه موتزاريلا وجبنه وفستق بطريقه لزامي المميزه، تقدم مع صوص الجبنه. ده صوص الجبنه. يا ترى لسه سخن؟ مش طايقك. ماشي يا جماعه، اللي يشوف امير بيقرب من الاكل يغزه. اوكي ناخدها برضو معلش، ناخدها برضو معلش كده بعيبها. بكرهك، طعم عسل، بس للاسف بردت. نيجي للطبق التاني اللي هو ال ليزامي تشيكن الترا، هم بيسموها بالعربي الترين يعني. مهم هو الدجاج مطحون ومليان صوص جمبري بالكريمه. انه اجبن في عين امين ان قاعد بيتفنج عليا وعينيه منونه. يلا المفروض ان انا لما افتحها يبان من جوه بقى. تعالى بص كده، هات الكاميرا كده بص جوه، شايف الجمبري، شايف الحاجات قليله الادب اللي جوه دي. طيب ده المفروض ان هي الفراخ المطحونه وجواها الجمبري والجبنه. ندوها الاول كده لوحدها. اوكي جوسي، طعمها حلو. نشيل بقى الكفر كده عشان تشوفه معايا، وناخد الجمبري بالجبنه مع الفراخ في صوص الجبنه، وحته كابوريايا كانت تايهه كده ناخدها معانا. مزيكا. نجرب البطاطس البيوريه بالصوص.
برضو فكرة جديدة وتحفة. كده كده very tasty. ايه ده؟ ده انا نسيت حاجة هنا. ده فيها لحم كابوريا وقواقع. بس انت محتاج تفضيها على الصوص لان هي ما عليهاش مارينيشن، فمحتاج ان انت تفضيها على الصوص وتقلب وبعدين تاكلها. طيب نيجي لاخر واحد، وواضح طبعا ان هو السلمون، ستيك سلمون كده على جرجير، ويسمى في المنيو ايطاليان سلمون، عباره عن سلمون مجوف مملوء بصوص الجمبري. مجوف ايه؟ انا مش شايفه مجوف. ورينا كده نفتحه من جوه. ده مش مجوف، ده ستيك. طيب ومعاه عين جمل ديكور. المهم يعني ندوق الاول. طيب هو فيليه السلمون، في الانجليزي بقى تقدر تفهمها اكتر، فيليه سلمون بصوص البلسامك على جرجير، صوص البلسامك وعين جمل على جرجير. ده حلو قوي. ده حلو. هو اكشلي كلهم حلوين بغض النظر على ان انا ما لحقتش اكل حاجه سخنه، بس السلمون بالصوص ده بتاع البلسامك اللي انتم عارفين بيبقى كده سنه مسكر مع شويه اكراسيف مع الجرجير، عامل خلطه الطعم حلو قوي. وبما ان ده حلو قوي فامير ما ياكلش منه. المهم تعالوا نقول الاسعار الاول بعدين نختم الحلقه، ناخدها بقى من الاخر الاول. الايطاليان سلمون ب 200 اللي هو ده، الليزامي تشيكن ب 140 ليزامي تشيكن اللي هو ده، والتشيكن ميلانو 135 اللي هو ده، والستافت بيف اللي هم بيسموه ستافت بيف ب 220 اللي هو ده. طيب تلخيصا للفكره، نقول الاول الحاجات الجانبيه اللي في المطعم اللي بتشدك ليه. اولا انت عندك قاعده بره اكبر بكتير جدا من قاعده جوه، فدي بيتهيالي بعد الظهر وبالليل وكده بتبقى تحفه، او الصبح الظهر في الشتاء تبقى حلوه قوي. المول اللي هم فيه تبع القوات الجويه، ففي انضباط وفي نظافه حلوه قوي، وباركينج رهيب في كل حته. طبعا لو انت متعود انك لازم تركن قدام الدار يبقى انت يعني مشكله عندك. يعني هو عاملين باركينج في كذا حته، من ضمنها كمان الباركينج اللي هو الرأسي ده، بقى لنا مده كنا بنتكلم فيه انه يحل مشاكل كتيره في مصر، ان بياخد 10 عربيات وهو مكانه من تحت مكان مثلا عربيه واحده. اوكي خلاص قلنا الحكايه دي. التفاصيل الصغيره، موضوع ان المعالق بيجي لك معقمه في كيس مهم جدا بالذات في الوقت اللي احنا كنا في الناحيه فيه، هو اكشلي مهم جدا عامه سواء في جائحه كورونا او ما فيش. اوكي محافظه على النظافه والمحافظه على النظافه، يعني ما اقعدش ادور في كلمات كتير. اوكي فده حاجه. نيجي بعد كده البرزنتيشن، اختيار الطبق، اختيار لون الطبق. الطبق ما انتش متعود تشوفه في المطاعم، تكات صغيره كلها بتضيف، لان انت بتعمل تجربه او بتعيش تجربه جديده من اطباق جديده كاكل، يعني من شكل الطبق، من طريقه التقديم، من 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 من. فالتجربه عامه حلوه. ممكن يكون ضايقني حاجه في اللحمه، ممكن تكون سنان انا اللي ضعيفه يعني anyway. بس فكره الصوصات والمزج اللحمه والفراخ مع السي فود والكلام ده كله، افكار جديده، والعلم عنده افكار كثيره جدا، بس هو المنيو بتاعه كبير. عنده فطار فيها افكار، وعنده بيزات وعنده سندوتشات، فما كنتش ينفع اعمل ده كله يعني. فهو تجربه جميله كلها، وليزامي بالفرنسي معناها الاصدقاء.
التجربه كلها على بعضها كده من حيث المكان والاكل وكل حاجه تجربه ايجابيه حلوه. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقه زي ما انا استمتعت بيها ما عدا اللي عمله فيا امير.